تعرف ايه الحشر او الحيوان اللي تم ذكره في القرآن انه بيتكلم؟ النملة والهدهد. النملة والفيل والهدهد. النملة والهدهد. النملة والهدهد. الهدهد والنملة والفيل. العنكبوت والنمل. ذكر الحيوان في القرآن الكريم سورة البقرة، البقرة الحيوان، واما الحشرة فهي النملة او النحل. تعرف ايه هو اسم خازن الجنة والنار؟ لا ما اعرفش. الرضوان والمالك. مالك عليه السلام. تعرف يا اسماء خزنة الجنة والنار؟ ايوه مالك ورضوان. اسماء خزنة الجنة والنار. مالك وخزن. مالك وخزن. تعرف اسم خزنة الجنة والنار؟ خزنة الجنة سيدنا رضوان، يعني رضوان، وخزنة النار لا ما اعرفهاش.